الفولكس فاجن كادي غادي تهرب بزاف على ليفال اللي كاينين دابا في السوق. واش عارفين هاد النسخه الجديده من الكادي شنو فيها؟ القناه الاولى من نوعها اللي كتعطي لي زانفورماسيون تكنيك قبل من اي شيء واحد اخر. نشوفوا الفيديو باش نتعرفوا اكثر ونعرفوا واش كتميز هاد لا فيرسيون هادي من الفولكس فاجن كادي. المعلومات اللي كيكونوا في الفيديو ديالنا طبيعة الحال ما تنجيبوهمش من راسنا، استنادا لتقارير ديال المواقع اللي كتبقى عالمية متخصصة في السيارات ومراجعة السيارات بصفة عامة. اليوم هاد الفلاش انفو غادي نتعرفوا فيه ولا غادي نعرضوا فيه عفوا ابرز ما جات به الكادي في الاصدار الجديد ديالها، وانا متاكد باللي عندها محبين كثار. الا كنتي واحد منهم لايك للفيديو قبل ما تفرج. اول حاجة كتلفت الانتباه في هاد السيارة هادي هي المقدمة ديالها، مازال هاد الفان محافظة على الشخصية ديالها ولكن بطبيعة الحال بتحديثات اللي كيبقاو جداد. ليلاد من القدام اكثر حدة مقارنة مع الجيل القديم، كتوسطها العلامة ديال فولكس فاجن. الشباك الامامية ولا الكالندر كلهم بدل بزيادة ديال ديتاي اللي زينو الامام او اللي زينو الشكل الامامي ديال السيارة. فلاريير كذلك لفو ديالها اون ليد واطول من النسخه القديمه وصولا للسقف. السياره ديسپونيبل بدي جونت من 18 وديسپونيبل كاول خيار، وهذه سابقه من نوعها في الكادي. الابواب اللي في السياره كيتم التحكم فيهم اليا. بالنسبه للمقاسات زادوا بعض الشيء خاصه مع السقف والزجاج الامامي والقسم الخلفي من السيارة، من كوتي مساحة غادي تزاد كذلك. التحديثات اللي طراو على الكادي في الإصدار الجديد تتبقى أكثر حداثة، كتوفر دينامية أكبر للسيارة. البلاتفورم اللي تخدمات بها السيارة هي الـ MQB اللي غادي تخلي هاد السيارة غادي توفر مجموعة من المحركات ديزل وليسانس بتشكيلة كتلائم طلب. أولى المعلومات اللي متوفرة في التيربو ديزل انجكسيون كتختلف بين 75 ديال اللي شوفو حتى 122، وصرحت شركة الفولكس فاجن أن المحركات المعتمدة غادي تصنف كأنظف المحركات ديال ديزل في العالم. شبان ليكم بهاد المعلومة هادي؟ خاصة وأن الفولكس فاجن كانت عندها واحد السابقة اللي ما لعباتش للصالح ديالها أو للصالح السمعة ديالها، وراكم عارفين ليستوار ديالها. السيارة غادي توفر محرك بنزين تيسي بقوة 116 شوفو 116 ديال الأحصنة، وكاين محرك جي تي تيربو أو سوبر تشارجد. بالنسبة للكونسوماسيون، الجيل الجديد من الكادي غادي يوفر نسخة اقتصادية مقارنة مع السابقة ديالها بنسبة كتوصل 12% من الاستهلاك، مقارنة دائما مع الجيل اللي سبق. كذلك المساحة الداخلية كيف ما قلنا فهاد الجيل الجديد غادي تكون اوسع بقدره اكبر على تحمل ديال الاثقال. بالنسبه للوسائل ديال الترفيه، هاد الكادي الجديده غادي توفر 19 نظام مساعد على القياده، 6 من هاد الانظمه هادو جداد داروا اول مره، بالاضافه للنظام ديال ترافل اسيست اللي غادي يوفر امكانيات زوينه في السياقه بحال تنبيه السائق، ليميتور وريغولاتور دو فيتاس انتيليجون الى غير ذلك. ليكرون ملتي ميديا اللي غادي يكون ديسپونيبل في هاد السيارة هادي ومتوفر في مقاس ديال 6.5 حتى 10 ديال لي بوس، بالإضافة لإمكانية توفير العدادات الرقمية في السيارة. خاصية الكيلس أكسس اللي غادي تكون متوفرة في هاد السيارة هادي بدون مفتاح، يعني يمكن لا تخلي السائق يدخل أو الولوج للسيارة بلا مفاتيح، وهاد الخاصية كذلك غادي تكون متوفرة لأول مرة في هاد السيارة هادي. إضافة للروسيلاج انتيريور ديال السيارة اللي غادي يشمل كاع الجوانب ديالها، سواء المقصورة الداخلية، عجلة القيادة، لي سياج ديال السيارة كذلك تبدلوا وخذوا النصيب ديالهم من هاد التعديلات اللي طرات على الفولكس فاجن كادي. يعني عموما قلبا وقالبا السيارة غادي تدخل الغمار المنافسة بشكل قوي وبزاف. فوالا، حلقة جديدة من فلاش انفو اللي كيف ما عودناكم كيكون خفيف وظريف على سيارة من السيارات اللي غادي يطلعوا علينا مستقبلا. وكانت في هذه الحلقة هذه الكادي في الإصدار الجديد ديالها. إلى عجبك المحتوى ما تنساش ابونا فلاشين، تخلي لاطراس ديالك في الكومنتار.
تشلوا فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد.